اهلا بحضراتكم من جديد. النجم الكبير اللي انا بتشرف بيه يعني بصفه شخصيه الكابتن الكبير الكابتن فتحي نصير نجم مصر ونجم النادي الاهلي في ضيافه الاهلي الليله، منور الدنيا كالعاده كابتن فتحي. نورك يا ميدو، منور بيتك طبعا. سعيد والله ان انا اكون معاكم لاول مره، وان شاء الله نعمل حاجه كده جميله كده. انا الاسعد اكيد اكيد. مجرد ظهور حضرتك دي حاجه جميله في حد ذاتها الله بجد والله. ده كل من ذوقك يعني، لما يكون قاعد معايا قيمه كبيره ورمز من رموز النادي الاهلي انا بكون يعني معتز بالحوار جدا جدا، اكيد بيبقى حوار هادف جدا في المصلحه العامه، الجماهير بتستفيد بيه، فاكيد طبعا حضرتك قيمه كبيره جدا. وده اللي بنتكلم عليه الرياضه. بالظبط بالظبط. مش عايز ادخل في الموضوع على طول، انا عايز بس حضرتك تطمن الناس عليك. كابتن فتحي نصير يعني طمنا عليك الاول بشكل عام. الحمد لله انا يعني تم طالما موجود وفي اسره النادي الاهلي ده شرف ليا، لان الاهلي فضله كبير علينا، وهو اللي عملنا وعمل غيري وعمل اللي بعدي وهيعمل غيرنا كتير، وصلنا اللي احنا فيه الحمد لله، سواء في مجالنا من بدايتنا مع النادي الاهلي من سنه 70 او نقول 69 70 لما كنت مدرب ثم مدرب ناشئين ثم شباب ثم براعم ثم فريق اول ثم بطولات مع ام هيدوكوتي 7 دوري 4 كاس ثم منتخب لوس انجلوس منتخبات بطولات افريقيا. فالحقيقه يعني تاريخ طويل لكره القدم اللي عمله بفضل الله سبحانه وتعالى طبعا والنادي الاهلي. تاريخ من ذهب. الله يكرمك، وانت برضو يعني واحد بس في نادي الاهلي فتشعر بالكلام اللي انا بقوله ده. طبعا شرف كبير الله جدا، شرف ما بعده شرف يعني الفانيلا نفسها، وان انت يعني تنتمي لمؤسسه بحجم النادي الاهلي دي حاجه. وانضمامي بقى للاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي والبطولات العالميه وبطولات افريقيا وبطولات كوبا امريكا وبطولات اسيا وبطولات اوروبا، كل ده ادى للواحد يعني ارضيه نقدر ان احنا نتكلم فيها كابن من ابناء النادي الاهلي، او مش طائر مهاجر لكن طائر اتعلم كتير. فهنا بنيجي بنترجمه من خلال القناه عشان نفيد بيها كل بلدنا أكيد. اللي هي موجوده وهي تستحقها اكتر من كده. اكيد اكيد. قبل ما ندخل في موضوعنا كابتن فتحي، محمد محمود واصابته والحزن الكبير قوي من جماهير الاهلي، مع انه لسه ما قدمش اوراق اعتماده رسميا اللي هو لعب مثلا كميه مباريات، هو ماتش او ماتشين، وكميه حب مش طبيعية لمحمد محمود. هو محمد محمود يعني لا تخيل، من امبارح لما عرفت خبره أنا يعني حزين. كلنا. حزين مش عشان ما الإصابة طبعا قدرية، ودي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيصيب وهو اللي بيصيب وهو اللي بيضمد وهو اللي بيرجع وهو اللي بيعمل كل حاجة، لكن مهما كان لأن هو لعيب أولا أخلاقياته باينة، سلوكياته باينة، تصرفاته باينة. جميل. وبعدين اصيب اصابه هو مش لسه، ده لسه راجع من واحده فراح جايه له الثانيه. انا بقول له ما تيأس ومش هنيأس، ليه؟ لانه لسه صغير. ثانيا احنا عندنا امثله كتير، حجازي ما كان في النادي الاهلي عمل 2 صليبي يمين وشمال، بيلعب دلوقتي في الدوري الانجليزي، الدوري الانجليزي ما تقدرش تلعب فيه الا لما تعمل كشف طبي وتعمل يعني اختبارات كتير عشان مدى سلامتك. فالاثنين بيلعبوا اصابه عاديه كده. عندنا نجم كبير زي حسن عبد ربه، طب ما حسن عبد ربه عمل 2 صليبي هو الاثنين، طب ما هو الاثنين نجم النجوم يعني في الاسماعيليه وعلى منتخب مصر وكده، ففي لعيبه كتير عملوا العمليه دي ورجعوا تاني. فهو اكيد ان شاء الله باذن الله هيرجع تاني ويرجع اقوى لانه لازال لسه صغير. الكلام ده كنا يعني نخاف ان احنا لو هو مثلا عدى ال 28 ال 30 ابراهيموفيتش عمل العمليه كان جاله قطع مزدوج امامي وخلفي عنده 34 سنه او 33 يعني سنه يعني انا بقول لك ان شاء الله بيعمل كل حاجه في الكوره في امريكا. والله مش يعني انا ابني بطل لسه، اقسم بالله ان لسه لغايه دلوقتي ما كملش شهر وهو عامل عمليه رباط صليبي تاني برضه مع غضروف. فابني يعني عنده 28 سنه، انا ما زعلتش عليه زي ما زعلت على نجم من نجوم النادي الاهلي، لان هو ما بيلعبش كوره وقاعد فمش هتفرق معاه. يعني هو ابني بس هيعمل عمليه صليبي سهله دلوقتي اصبحت بالزبط. دلوقتي لكن لعيب زي ده فانا بعتبر ان هو
مستقبل النادي الاهلي هيكون موجود فيه، وهو هيرجع وبرضه النادي الاهلي هيلاقي فانيله الاهلي موجوده. يا رب يا رب. كلمات يعني ولا اروع من نجم كبير زي حضرتك لمحمد محمود، وهو يستحق كل الحب ده فعلا يا كابتن، لان هو انسان نقي جدا، الجماهير شافت قلبه مش شافت ما هو الظاهر. الناس يا كابتن بتحب الناس، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني اللي بيحبه بيحب فيه خلقه، بالظبط فربنا يعني في راضي في قضاء، هو قريب بينه وبين ربنا كتير بالظبط. بدليل حب الناس له. جميل جدا جدا، ربنا يشفيه وان شاء الله يرجع احسن من الاول ويرجع إن يكسر شاء الدنيا الله مع بإذن الاهلي الله. ومنتخب مصر باذن الله. الاجواء حضرتك بتعيشها ازاي اللي احنا عايشينها دي في ظل الاجواء الجميله او الهواء النقي الرياضي اللي كنت حضرتك عايشه قبل كده، والمنافسات التحفه الجميله شوفها والصحيه، كابتن ميدو، بتشوف المفارقات دي بتعدي عليك ازاي كده؟ انا بستغرب وبتعجب وبقول انا فين، يعني احنا فين؟ مصر هي مصر، الخريطه بتاعتها هي، جغرافيتها موجوده، تاريخها معروف ما اتغيرش، مفيش حاجه اتغيرت، لكن اتغيرت النفوس، اتغيرت بعض الدخلاء على لعبه مشهورة جدا اسمها كرة القدم، كل واحد عايز يركب الحصان فيها. برضو أقدر أقول مش الميديا، أقول السوشيال ميديا والحاجات دي والحاجات الحديثة كانت من ضمن أسباب هذا الزخم العكسي، مش زخم إيجابي سلبي. أنا بقول سلبي. كانت ميدو، لو أقول لك أنا قعدت أتفرج كده وأنا يعني قبل ما أجي، فبشوف عندي في الارشيف وفي المجلات وكده، بقول ياه معقوله يحصل كده هنا في مصر مع لعبتنا اهلي زمالك او اهلي اسماعيلي او اهلي مصري؟ مش ممكن يا جماعه، ده زمان يعني لو نبص، انا هقول الحاجات دي يمكن في ناس في التاريخ ما كانوش يعرفوها، الناس اللي هم الكلام ده كان نقول مثلا في السبعينات وفي الثمانينات، لما نلاقي في منتخب مصر الاقي اكرامي وعادل مامور في غرفه واحده بينهم مع بعض في معسكر اهلي زمالك، اكرامي عادل مامور بالظبط وبيتنافسوا في مكان واحد، بالظبط مش ان انا هجيب مثلا لواحد هيلعب في وسط 10، ده هو بيتنافس في مكان واحد، لا ده يلعب لا ده يلعب، قمه الحب وقمه الارتباط، بس ده في نادي وده في نادي. اما الاقي مثلا فاروق جعفر ومصطفى يونس، الاقي ابراهيم يوسف وماهر همام، الله يرحمه ابراهيم يوسف مع ماهر همام، الاثنين بيلعبوا ليه؟ بتقول لي طب ليه دولت كنتوا بتختاروهم جنب بعض ليه؟ بغض النظر عن النادي، هم البوزيشن بتاعهم او مركزهم في واحد النادي، فبنقربهم لبعض عشان يبقوا قريبين في اوضه اللبس، قريبين في الملعب، قريبين في اوضه النوم، قريبين هم بياكلوا، قريبين هم بيشربوا. فالحاجات دي كلها بتعبر يعني الصور اللي احنا شايفينها دي كلها يعني حاجه بتقول احنا ادي مثل كابتن محمود لابس فانيله الزمالك، كابتن فاروق جعفر، كابتن حسن شحاته لابسين فانيله الاهلي، هي دي الروحيه، هو ده الموجوده مش تمثيل، يعني الفيلم ده مش فيلم يعني، دي حقيقه كانت كده موجوده زمان. يعني لما تقول لي الخطيب كان بينام مع مين؟ مع غانم سلطان، غانم سلطان زمالك. الخواجه كان بينام مع مين؟ مع زيزو. يعني تقول لي اما اقول مجدي عبد الغني كان بينام مع مين؟ مع شوقي غريب، ده واحد من المحله واحد هنا من مصر كلها. علاء نبيل مع مين؟ شريف عبد المنعم. يعني الارتباط ده والحاجات دي كلها ده اللي كان موجود، وموجود وموجود على الطبيعه، يعني موجود هنا ده موجود على الطبيعه. انت شوف الصوره دي، يمكن احنا كنا موجودين فيها برضو، ف انا جنب الحكم لو تلاحظ اول واحد هناك فيها مع المجموعه دي تمام. كان اهلي وزمالك. كان اهلي زمالك، وكان الماتش ده خلطين مين اللي لابس احمر مين اللي لابس ابيض، مفيش اللي احنا بنشوفه في هذه الايام. اما الاقي مثلا محمد صلاح بينام مع فتحي مبروك، ده من نادي الزمالك، كنت في مركز واحد قريبين من بعض عشان ازاي يلعبوا. اشرف قاسم مدحت رمضان، انا بتقول الاسماء دي يمكن الناس ما تعرفهاش، لا هي اسماء معروفه. حماده صدي كان مع علي شحاته مقاولين، طلع دكتور علي شحاته عفوا. فاذا زمان يا ابو كباتن بتقول ده الزمن الجميل وزمن كرة القدم وزمن الهواء الحقيقي. الاحتراف مش هقول هو بوظ الكورة، لكن انا بقول التداخل وتداخل بعض الناس اللي هم خدوا الكورة ك
كوسيله للشهره وللدعايه والاعلام بدون وعي، فانساقت وراهم اللعيبه. لا، في النهايه دول بينضموا مع منتخب مصر بيلبسوا فانيلا واحده بالظبط، بيلعبوا مع بعض بالظبط، بيغطوا بعض، بيغطوا بعض في الملعب، بيغطوا بعض في كل مكان، بيتكلموا مع بعض، بيسهروا، بيخرجوا، كل ده كان موجود زمان. الله، ليه مش موجود دلوقتي؟ انا هو ده زمان، ارجع يا كابتن سنه نقول بالظبط سنه 70، كانوا في السنوات الرياضيه ذكرى كده للساده المشاهدين، كان فيها اول ما بدات مش زي دلوقتي، كان فعلا احسن مجموعه لعيبه اللي هم بعد الاعداديه بنعدهم عشان يلعبوا منتخبات، وكلهم لعبوا منتخبات، كنت رئيس قسم الكره فيها. كنا نلاقي مثل في الموجودين مع مثلا مع بعض، كان فيها اكرامي، كان فيها ماهر همام، كان فيها الخطيب، كان فيها عبد الزعيم الشافي، فاروق جعفر، خواجه، غانم سلطان، كل دول. ونيجي بالليل مره كل اسبوع واحد هو المسؤول ان هو بيدعو على العشاء في بيته كلهم، لكن بعد كده بيتفرقوا يروحوا يلعبوا في انديتهم، وبعد كده يروحوا السنوات الرياضيه، بعد كده وهم في منتخب مصر. فدي كانت الروح، ودي كانت بتعكس على الجمهور اللي هو جمهور كرة القدم الحقيقي اللي بيروح بيدفع تذكرة وبيقعد في الملعب. لكن أنا شايف اللي احنا فيه ده دخيل علينا، وإن شاء الله يبعد هذا الجو، والأمور تبقى نقية والأمور تبقى نظيفة. بلدنا تستحق أكتر من كده طبعا. بلدنا دلوقتي في تطور في كل مكان، في كل المجالات. شوف تطور في السياحة، تطور في الطرق، تطور في الإعلام، تطور في التعليم، تطور في الصحة. الرياضة برضو جزء من المجتمع، فبد إنها لازم تتطور، جزء كبير جدا. فطبعا والرياضة هي اللي بتساعد الناس، وهي بنقول إيه، مش هقول فيها إشفاء، المتنفس الوحيد للجمهور إنه يشوف حاجة. دلوقتي يمكن المسارح قلت دلوقتي، لكن في دلوقتي مسرحية حلوة بتتعمل 11 ضد 11، مش مسرحية تمثيل، لكن أداء في الملعب بالشرف، وفي فرقة بتكسب فرقة بتخسر أو بيتعادلوا، هي دي حياة كرة القدم. فإحنا لازم نمشي كده. لا أنا مش يعني أنا مديت الأمثلة دي، ولما بنقول هذا الكلام كابتن، لما ألاقي دلوقتي في زماننا مجموعة لعيبة الأهلي تقريباً 630 مليون، الزمالك 435 مليون، الملايين دي اللي في الملعب لازم تديني حاجة حلوة، تديني أداء حلو، تديني كرة حلوة، لكن ما تدينيش التعصب وتدينيش المشاحنات، لأن هم أدائهم في الملعب بينعكس على الجمهور بره، فبيأثر علينا بره. ثقوا إن كل اللعيبة دي مع بعض بيكلموا بعض ويشوفوا بعض، تلاقيهم مثلا وهم بيلعبوا مع بعض قاعدين بيتكلموا، تبص تلاقي اللعيب بتقول له ايه، يقول لك النهارده هنروح فين وبتعمل ايه، والماتش شغال وكل حاجه، مش كده انهم خروج على النص، بل بالعكس هي روح الاسره، روح المجموعه مع بعض، ازاي يلعبوا، ازاي يأدي، ازاي يتعامل مع فريق تاني. بطوله الدوري بطوله بتتعمل 18 نادي، فريق هياخد البطوله، في ثلاثه هينزلوا، فخلاص كل سنه لها دور، وفي اداء، في توفيق في مباريات كتير. مش شرط ان انت تكون احسن فريق عشان تاخد البطوله، ومش شرط ان تكون اوحش فريق عشان تنزل، في توفيق في بعض المباريات، ظروف خارجيه، والظروف الخارجيه والمتغلبات دي للاعيبه نفسها. بالزبط. انت لعيب وكنت فرد وكنت بتشوف، تجي لك فرص سهله جدا كنت ممكن تجيبها، وفرص ثانيه تلاقي نفسك صعبه، وتبص تلاقي الكره عارف انك تسجلها ازاي. بالزبط. فالتوفيق جزء من كره القدم، موجود في 10% توفيق لأي مباراة من المباريات. أنا مش عايز يعني أنطلق في هذا الموضوع، بس أنا بقول رحمة ورأفة بكرة القدم، لعبتنا الحلوة يا ريت نحافظ عليها، نحافظ عليها من ناحية الجمهور، نحافظ عليها من ناحية اللعيبة، نحافظ عليها من ناحية المسؤولين. أما المشاكل اللي فيها الوجه الآخر بقى، أنا بقول إنها صناعة مصرية 100%. المشاكل، مشاكل كرة القدم المصرية صناعة مصرية. صناعة مصرية مش لأن الناس بتتعمد المشاكل، لا، هي لقلة خبرة أصحاب القرار
في اتخاذ مواقف معينه فبيوصلنا اللي احنا فيه ده. تمام يعني ده دي مقدمه للموضوع اللي مين اتكلم فيه. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال مباشر جدا. حضرتك عشت في النادي الاهلي كلاعب تدريب، خدت بطولات، عملت انجازات لغايه وقتنا هذا، من يوم انضمامك لغايه وقتنا هذا، ايه اللي اتغير في النادي الاهلي؟ اتغير في النادي الاهلي؟ النادي الاهلي لم يتغير. النادي الاهلي هو النادي الاهلي. جميل قوي. التوارث والجينات، ما في، انت مثلا لما يكون جدك وبعدين بيخلف الوالد والوالد يخلف الابن ماشيين وكده، بسيستم واحد، فكل واحد، ما حدش يقدر، لان هو اتربى على كده، كل واحد زي ما تربيته. يعني يقول لك ابنك على ما تربيه. تمام، انت ربيته، هو طلع متربي كده في النادي الاهلي، تمام، عايش كده في النادي الاهلي. فالنادي الاهلي احنا مثلا نقول مثلا اخر، انا يمكن بطلت بدري بعد حرب 67 وحصلت الاصابه في الركبه، وكنت في كليه التربيه الرياضيه، وكنت في شباب النادي الاهلي، وبعدين جه الكابتن عبد الصالح الله يرحمه، كان هو مدرب النادي الاهلي في نفس الوقت استاذي في كليه التربيه الرياضيه، تمام، وقال لي انت ركبتك مفيش بقى زي دلوقتي، محمد محمود هنوديه المانيا وهيرجع بعد كده رباط صليب يعني في 9 اشهر. قال لي مفيش فايده. قلت له يعني ايه؟ قال لي مش هتلعب كوره تاني خلاص. فعلا ما كانش في علاج طبيعي ولا طبعا طب طبعا ولا سفر بره، بالظبط، ما كانش في الوقت ده ان احنا نقدر نسافر بره، لان الظروف ما كانتش تستدعي، او ما كانتش في حمل ان احنا بنسفر ناس تمام، على نفقه الانديه او الدوله، لان ما فيش فلوس بعد الحرب. تمام. فاتجهت للتدريب. اتجهت للتدريب سنة 69، عد بقى من 9، تقول من 70 لدلوقتي يعني 40 ما شاء سنة الله 50 سنة. دخلنا في 48 سنة، 49 سنة من بالظبط. 69 ل 2019، يعني دخلنا في 50 سنة. دخلنا ماشي. كلها عايش أنت بقى في النادي الأهلي ومنتخب مصر وكرة القدم. خلاص في دماغي. عشان كده بسأل حضرتك إيه اللي اتغير؟ أنا حضرتك قلت لي هو سيستم واحد، مفيش حاجة اتغيرت، مفيش حاجة لمستها حضرتك لا، في التغيير. في السيستم والنظام والسلوكيات والقرارات والحاجات دي هي النادي الاهلي. طبعا اتغيرت البنيه الاساسيه، لا انا غيرنا بتكلم عن الحاجات، الاساسيات بتاعتنا. اما اساسيات النادي الاهلي فلم تتغير. لكن اللي اتغير المجتمع، وانت مش هتلعب مع نفسك، هو النادي الاهلي هيلعب فرق تانية، والفرق التانية فيها حاجات، وهيجي لكم واحد بينكم يحكم عشان انت تشوف، وهيجي لك جمهور يشاهد، وفي اعلام وميديا، كل الكلام ده ما كانش موجود. ففي تلفزيون بيعيد، كان زمان ابيض واسود، وما كانش في تلفزيون يعني بالعافيه ما يعيد لك الكوره، وكان يقول لك زمان ما عشان الابيض واسود لازم تبقى لابس فانيلا غامقه وفانيلا بيضاء، يعني لو احنا الاثنين مثلا الاهلي هيلعب الاتحاد يقول لك لا لازم واحد فيكم يلعب الفاتح، ما فيش، لان هيبان في التلفزيون اسود الاثنين، ما فيش الوان. فيعني كقصص، فالدنيا اتغيرت. فالتغير ده النادي الاهلي جزء من المجتمع وجزء من العالم. ما هو احنا برضه هتقول لي طب وهل مصر بس اتغيرت؟ لا، الدنيا كلها اتغيرت. بقى السوشيال ميديا موجوده في العالم، بقى التلفزيون في العالم، بقى التطور في العالم، كره القدم اتغيرت، اساليبها اتغيرت، الاندفاع عليها اكتر. انت شفت محمد صلاح احد اللاعبين، والمناسبه محمد صلاح لما جبناه في منتخب مصر، كنت في اتحاد الكوره، وجبناه من اسمسون راح المقاولين، بعد كده جه منتخب مصر قبل ما يسافر ويحترف، تمام، وكان معانا في المنتخب، كان لسه بادئ وبيتحسس طريقه، وبعدين خدناه لغايه ما وصلنا كولومبيا، وكانت اول افتتاح مع البرازيل وجاب اول جول. بدأ يظهر محمد صلاح، بدأ يسافر محمد صلاح، وطلعت من المجموعة دي أكبر مجموعة دلوقتي في منتخب مصر، سواء صلاح أو حجازي أو النني أو رامي ربيعة أو عواد أو أحمد الشناوي، كل دولت كانوا جيل واحد، يعني من الجيل اللي هو موجود، تمام، اللي هم طلعوا مع بعض، عمر جابر، الكلام ده كله طلعوا لانهم لقوا جو نقي اتعدوا فيه من خلال المنتخب. فالاتحاد اياميها الله يرحمه كان الكابتن سمير زاهر
قدر يهتم بهذا الجيل لغايه ما وصلنا كولومبيا كاس عالم. وفي نفس السنه احنا دي كان 2011، 2012 رحنا اولمبياد بعد 20 سنه ما كناش رحنا. 2013 الفرقه اللي راحت فيها اللي هو كابتن ربيع اللي راح كاس عالم بالظبط، من خلال كام سنه قبل كده 15 سنه، يعني الثلاث السنه اللي وصلت فيها مصر ترتيبها 9 على مستوى العالم. تمام، هي دي قمه الاداء وقمه السنه دي اللي هي كانت مصر كسبت 2006 و2008 و قبل 2010 احنا يعني 2010 ودي كان 11 و12 تكمله لهذا النجاحات. تمام، اي نجاح اي نظام منظم لاي فرقه ثق النهايه فيها النجاح. اي حاجه بتمشي عشوائيه انسى، ما تتوقعش النجاح كتير حتى لو نجحت ما تتوقعش هتقع هتقع ما انت ما تتوقعش. انا اديتك امثله حقيقيه لثلاث منتخبات بما فيهم المنتخب الاول بالترتيب، والارقام لا تكذب اكيد ولا تتجمل. التاريخ موجود 9-9. هل في تاريخ مصر وصل الرينج بتاعنا على مستوى العالم رقم 9؟ ما وصلناش للاسف. احنا دلوقتي فوق ال50 كمان ومش عارفين نوصل. صح، لابد ان يكون في تنظيم صح، تنظيم صح من خلال لجنه في تصنيف الفيفا 49 صادر من لسه النهارده. يعني بقول لك فاذا 49 من 9 يعني فرق 40 ده ما قصه عشان توصل ل 40 ده. وبعدين الفرق اللي احنا بنلعبها مثل دي، طول ما الفرق دي اقل منك انت مش هتاخد عليها نقط، لازم العب فرق اعلى مني عشان ترتيبي يتحسن. دي برضو معلومه. صح، لازم اللي بيخططوا مش المدير الفني ولا الخبير ولا مثلا الكابتن حسام البدري او كابتن شوقي غريب او كده، لا اللي في الاتحاد كلجنه انا بعذرهم، هم ناس محترمين جدا كافراد ومثقفين جدا كافراد، بس خبراتهم الميدانيه العلميه في كره القدم لا ترتقي لمستواهم العلمي في مجال شغلهم. جميل، يعني المسافه مش واحده. جميل جميل، مفهوم. وبعدين طبعا ما اقدرش الومهم، انا الوم اللي جابهم، يعني انت جبت دول زي ما بتكلم مثلا في استاذ كبير في كليه الطب وتساله في حاجه في الهندسه مثلا. طب انت هو كبير في مجاله لكن بعيد عن انت لازم التاني. تكون بتفكر هجيب مجموعه كويسه جدا. احنا المجموعه دي جايه مش جايه تقعد، ما هو احنا طبعا بقى لهم شهرين بالظبط دلوقتي، بعد شهر على سبيل المثال بعد شهر خدوا قرار مين مدرب المنتخب، بعد شهر يعني قعدوا شهر، يعني كان وقت كبير، شهر كامل كان وقت كبير، رغم المدرب مصري مش مدرب اجنبي. واحنا يعني فانت عارف المصريين معدودين على الصوابع ومعروفين ومن يوميها معروفين، ما كانتش تاخد وقت. معنى انك تتاخر في القرار قله خبره، يعني الخبره غير موجوده، فانت متاخر. ده ولا ده، ده ولا ده، تدرس ده يا جماعه هم موجودين في البلد، موجودين في مصر مش مهاجرين. امال لو من بتجيب صفات بتاع بلاد تانية وما انتش عارف اللعب، واخلاقياتهم معروف وسلوكياتهم معروف وانتاجاتهم لغايه ما وصلته برضو لمدرب. يعني حسام بدري له تاريخه، له اداؤه، مش هقول كلاعب، كمدرب مع النادي الاهلي، مع كاس عالم في النادي الاهلي، بطولات افريقيا في النادي الاهلي، مع بره لما سافر لعب انتاجات. انا مش بتحيز لده ولا ده ولا ده، كلهم افاضل، سواء الكابتن حسام او الكابتن حسن شحاته او الكابتن نهاب جلال او الكابتن حسام حسن، كلهم مدربين على كفاءه، بس كل واحد له حاجه. بس ليه تاخرته؟ ليه تاخير لمده شهر رغم المدرب مصري وكل اللي جبتهم مصريين؟ طب ليه تاخرته؟ ما نبدا. دي بقى اللي انا بقول عليها، خبرتهم في دي قليله. عملت جدول دوري اعمله باسلوب احترافي. يعني ايه اسلوب احترافي؟ يعني انا دلوقتي محترف بيت باخد فلوس، فيفا جايبني عشان انظم واعمل احتراف. في خلال شهرين ايه اللي احنا حسيناه؟ ايه المشاهد العادي سمع او الفني شاف ايه التغيير؟ غير دوري برضه 18 وفي الدوري الفرق بتلعب بعضها والمنتخب وبيجمع، بس ايه التغيير؟ ما دي برضه ارجع اقول لابد ان احنا نجيب منتخبات اعلى مني على اساس احسن نفسي في الترتيب. طول ما انت هتاخد فرقه اقل منك في الترتيب
انت حتى لو كسبتها مش هتحسن مكانك، مش هتاخد عليها بوينتس. هو البدايه يا كابتن فتحي، مع احترامي طبعا لكلام حضرتك، البدايه اصلا ان انا كان لازم عندي لجان، كل لجنه مخصصه ان انا اجيب لجنه تختار مدير فني. ما انا هوصل بالظبط، هوصل لكده. اذا انت جبت دولت، يبقى الغلطان اللي جابهم وهم اتظلموا، انا بقول هم مظلومين، هم برضو ظلموا انفسهم. كان مفروض يجيبوا حاسين ان احنا دلوقتي هنتكلم في الهندسه نجيب واحد مهندس، بالظبط هنتكلم في الطب نجيب واحد في الطب، ومش عيب ونجاح. ليه ما ضيفش في اللجنه اللي هي اللي كانت متشكله، او من اصل اللجنه لما اتشكلت زي زمان كان بيحصل كده، يعمل ايه؟ احد الدوليين المحترمين عندنا ويكون ضابط شرطه، ما يجي معايا هيبقى سهل التنسيق بيني وبين الشرطه من خلاله. جميل قوي. اذا دي هتساعدني وتاثر عليا المشوار في مشاوير، في ظروف احنا في ظروف معينه دلوقتي. بالظبط. محتاج ايه؟ محتاج كده واحد من القوات المسلحه. هل معنى هيدانا؟ لا، ده للجنه. يبقى اذا مفروض اللجنه كانت تدعم نفسها بالنقط اللي هي مش موجوده في وسطيهم. بالظبط. ما هو ولا واحد من الخمسه المحترمين يقدر يرفع سماعه التليفون يكلم اي حد من الداخليه في لحظتها، لكن يقدر يكلم حد في اكبر بنك في العالم. استاذ عمرو الجناني راجل محترم يقدر يرفع سماعه اي بنك في العالم هيقدر يكلمه، بس انا مش عايز بنك دلوقتي، انا عايز حاجات معينه. كانوا هم دعموا نفسهم. يبقى ده محترم جدا، ده كلام من خلال لجان بقى. صح. يعني مش عاوزينهم ما عندكم، حطهم في لجان. انت لجنه مسابقات يكون عندك الشخص ده، يكون صح. هو اللي بيعمل ده، وانا هشيل العبء من عليا كمان كده. يعني وانا العبء من عليا كمان، انا جايب مثلا كابتن فتحي نصير فمحدش يتكلم معاه بقى في الكوره، او الراجل هو يعني جايب خلاص يعني حد قيمه. انتوا عاوزين تجيبوا تختاروا مدرب وتبعدوا عنكم الشبهات. انت جاي الفتره وانت مش عايز، ما انتش عايز، انت بعد كده مش هترشح نفسك، انت صح. جاي على اساس هذه الفتره هتشتغل فيها، اجيب الحاجه اللي هي نقصاني. بس مش عيب ان انا اكمل نفسي، مش عيب. صح. من عيب ان انا استعين بصديق، استعين بحد في جميع اللجان اللي عندي. عندي لجان هل فعلت؟ انا بقول دلوقتي ولا لا. يعني عندي لجنه الانضباط مثلا، هل فعلت خالص في اي حاجه؟ لا. وقبل ما تفعل لجانك وقبل ما تعمل كده، ابعت للناس اللي انت هتشرف عليهم وتديرهم الشروط بتاعتك، العقد اللي بينك وبينهم. انت لما بتسكن في حته او بتأجر عربيه بتعمل عقد بينك وبينه، تروح في مكان تسكن فيه بتعمل عقد بينك وبينه، لو بتزرع ارض وبتأجر ارض بتعمل عقد. صح. انت دلوقتي هتعمل العقد بينك وبين الانديه، اللائحه. بتقول لهم اللائحه بتاعتي اهي، لسه كنا بنتكلم فيها مع الساده المشاهدين. يبقى لازم ان ده يكون عارف موجود. اللي هي واللي عليا، بس يبقى انتوا عرفتوا ضمنت ده كده، بقى اجيب الناس بقى اللي هتطبق اللائحه. تمام. تشوف ايه اللي هيحصل في الملعب وايه اللي يجي هنا. تمام. وانا مش في برج عالي، انا اشرف على الناس. بالزبط. دي ما اخشش بقى حته قمه النجاح. ما لا، انا من فوق ابص كده، تعالوا يرجعوا لي لما يكون في اي حاجه. يبقى اللجان غير مفعله، فعبء عليكم. وفي نفس الوقت ارجع تاني الوم مين؟ اللي هو جمعهم وما جاب لهمش احد الخبرات، اتنين تلاتة الشباب احنا طالبين بيه، والدولة عايزة الشباب، بس الشباب عايز يتثقف وعايز يتعلم. مش معنى علمك ان انت خدت خريج جامعة، ان شاء الله تكون واخد دكتوراه، بس انت ما خدتش دكتوراه في الكورة، انت خدت دكتوراه في مجالك. تمام. انت لعبت ووصلت لمستوى عالي، ماشي، شيء جميل، بس كن بتقوم بوظيفة تانية. تمام. انت كنت ايه؟ كنت دلوقتي لاعب، ما انتش مدرب عشان تقيمه. تمام. ما انتش اداري عشان تقيمه، ما انتش رئيس نادي عشان تتعامل معاه، ما انتش حكم عشان تتعامل مع الحكام. اين الخبرات دي؟ انتوا كلجنه كنت جبتوا الناس دي وبداتوا تستعينوا بيها وتحطوها، طالما اللي شكل اللجنه، ما هو طبعا هي اللجنه ما اتشكلتش، وان انتوا تقولوا لنا ان الفيفا جابت دول، هو يعرفهم منين؟ ما هو احنا كلنا عارفين الكلام ده. يعني اذا رشحوهم، حرام ان احنا نحطهم. انا بأشفق عليهم، انا مش ضدهم، انا بحبهم واحترمهم واقدرهم وارفع لهم القبعه على انهم قدروا. واحد ما بيعرفش يعوم وترميه في البحر،
وتقول لهم بس روح اعدي الناحيه التانيه، اعدي ازاي؟ بس انا كان ممكن اجيب حد بيعرف يعوم سهله قوي. ما خلاص الغلطه انا لسه فيها لا الغلطه الاولانيه يا كابتن المدير في الفني، اختار التشكيل، المدير الفني لا الغلطه الاولانيه في خلاص، هو شكلت اللجنه في التشكيل. انا بقى استعين بلجاني بس بخبرات اعرف انها تقود، بالظبط تقود مسابقه. يعني على سبيل المثال انا هعمل جدول دوري، هل هسأل سؤال لو هو موجود، وهل هو موجود اصلا احنا دلوقتي محترفين ولا هو والله المفروض ان احنا محترفين. مفروض يبقى المفروض مش الاربع انديه اللي هم في افريقيا محترفين بس، المفروض 18 نادي محترف، المفروض تكون كل الشروط عليهم كلهم، المفروض تبعت للاتحاد الافريقي تقول لهم ال 18 نادي محترف، بس احنا 18 نادي مش محترف، احنا الاربعه بالعافيه بنعملهم، لان اي نادي عليه جنيه لواحد الرخصه بتنسحب منك، بيدوك فرصه 3 اشهر تصلح اوضاعك، ما تصلحتش عليك فلوس لفندق، عليك فلوس لشركه طيران. مفروض الانديه لا تكون انها ما تكونش مديونه، صح؟ في اخر السنه بتقدم بيان كده، ملاش دخل بقى ايه بكره اليد والطايره والسله، لا كره القدم، جابت لي كام السنه دي وصرفت كام السنه دي، اشتريت كام لعيب وبعت كام لعيب، اشتريت مش عارف ايه وديت لعيب يتعالج، جبت لعيب هنا، جبت الرعايه، جابت لي قد ده ايه. هتقفل الانديه كده يا كابتن، هتقفل الانديه كتير لا كده. مش ده اذا مش احتراف. طبعا طيب اذا مش احتراف طبعا. طيب ايه خلاص يبقى نيجي، اما انت تيجي تقول لي ان انا عايز ابقى محترف يبقى الاحتراف حتى في تنظيم. في حاجه ابسط حاجه دي ما اتعملتش في خلال السنين اللي فاتت دي كلها في الدوري المصري، مش دول بس انا توقعت هنا انها تتعمل وبرضه ما اتعملتش. هتقول لي ايه؟ حاجه تافهه جدا، هي مش تافهه بس هي قيمه. نفتكر ماتش حد المثل وبعدين نقول ليه. اتفضل. ماتش كنا بنلعب المملكه العربيه السعوديه الماتش المنتخب الاولمبي، اتعطل الماتش 10 دقائق لان احنا كنا لابسين فانيلا حمراء وشورت ابيض وشراب اسود، والسعوديه لابسه ابيض ابيض ابيض، فالحكم قالك لا لازم الشرطات ما تبقاش زي بعض. تمام. ده القانون بيقول كده. تمام. يبقى نعمل ايه؟ اغير الشرط. يبقى غير الشرط. طب ما انا من الاصل وانا عارف ليه ما كنتش اغير؟ من لعبة سوانا نفس القصة، هم لابسين ابيض واحنا نفس القصة على الشرط، غيروا الشرط. طيب، النادي الاهلي السنة اللي فاتت بنلعب بتروجيت في السويس تلت ساعة عشان بتروجيت يغير فانيلته، عشان مشابهه لفانيله النادي الاهلي، جايين تعملوها دلوقتي وقت الماتش؟ صح. طيب تقول لي ما هو الحل؟ الحل اللي هو كتيب الالوان. ايه كتيب الالوان؟ مش بتاع الاطفال اللي بيلونوا فيه. ابعت لل 18 نادي قال لهم ابعتوا لي اللون الاساسي واللون الاحتياطي بتاعكم كله. هو مش بيحصل كده يا كابتن؟ انا لسه هكمل. تمام. ال 18 نادي يبعتوا لي الالوان. خلاص بعتوا لي اللون الاساسي تمام. واللون الاحتياطي تمام. واللون حراس المرمى. تمام. عندك حراس المرمى هتقول لي حارس المرمى الاساسي هيلبس كذا والاحتياطي هيلبس كذا. اجي انا في الاتحاد اجي جاي جاب الماتش ماتش الاهلي هيلاعب الانتاج او هيلاعب او الماتش كان مثل سموحه الاهلي مين الملعب؟ ملعب الاهلي. يبقى الاهلي هيلبس احمر ابيض احمر، حارس المرمى بتاعه هيلبس كذا كذا كذا، الفرقه اللي قدامه هجيبها سموحه لبسها ايه؟ ازرق مثلا. اشوف الاساسي بتاعها لقيته ماشي ماشي مفيش اخش على الاحتياط. طب لقيت الاساسي ماشي بس شرابه احمر اجي واخد شراب الاحتياطي بتاعه، المهم يبقى الوانه وتحدد كل حاجه وتبعت للناس والطبع. والناس عارفه مين لابسين ايه. ده لسه حاجه جاي بقى للحكام اقول له رئيس لجنه الحكام كابتن جمال غندور ابعت لنا لو سمحت واحد يقعد في الاجتماع ده ليه يشوف في الماتش ده الالوان دي انت تلبس ايه كحكم. هقول لك في الماتش ده البس له احمر، الماتش ده البس له اخضر، الماتش ده البس له اصفر، هو فارق. يبقى الحكام معروف بالظبط. خلصنا دي اجي جاي قايل الاولاد اللي بيلموا الكور حوالين الملعب الوانهم ايه عشان ما يلبسليش احمر وفانيله الاهلي احمر تمام. او ما يلبسليش ابيض وفانيله الزمالك ابيض تمام او يلبس اخضر والاتحاد جوه اخضر تمام. يبقى بكتب الاولاد هيلبسوا ايه مش كده وبس. طيب الفريق الاحتياطي اللي بره اللي قاعدين على البنش البدلاء البيبسي او القمصان اللي بيلبسوها دي يلبسوا ايه؟ لانه هيبقوا لابسين لون فرقتهم. اقول له في الماتش ده هتلبس كذا وانت في الماتش ده هتلبس كذا، حتى لما يسخنوا ورا الجول
طبعا القانون بيسمح لهم ان يسخن يبقى ست لعيبه بدون اللون كوره باين قوي ان هو باستثناء مخالف. حارس المرمى بيسخن ورا الجول بكوره، اما تمام اللعيبه ما بتسخنش بكوره، تمام بس لازم اللون يكون متغير تمام وهم قاعدين يكون متغير. مش كده وبس، اللي بيصور فوتوغراف اللي بينزلوا ورا الجول لابس لبس برضه مختلف. برضه لازم اللون مختلف عن بتاع. عملت كل ده الجدول ده واجي طبعه وبعته لكل الانديه وكل الاعلام وكل الحكام وكل الدنيا، ما تحصلش غلطه. تصدق والله انا فرحت، يعني انا قاعد، انا يعني انا فرحت من الشكل التنظيمي، دي ما ده الاحترام. يعني اهتمينا بادق التفاصيل ده انا وده الطبيعي. ده انا بدي مثل ان احنا الاحتراف. يعني ايه الاحتراف؟ الاحتراف لو دي احتراف في شغلتي، ده مش هلاقيه في النت ولا هلاقيه في اللابتوب ان انا بعمل كده او انا نظمت بطوله يبقى أنا. لا، لازم اكون انا الاحتراف في دي فاهم الكلام ده كله، مش الكتاب ده عارف هيروح هتبص بالظبط. لا يلف على كل الناس، خلاص معروفه، لان هتحصل مشاكل من الالوان. مليون في الميه هتحصل مشاكل في الالوان، مش 1%، مليون في الميه هتحصل. هتحصل حارس مرمى يبقى لابس زي حكم، حكم يبقى لابس مش عارف ايه ويقول له لا غير، لا ما تغيرش، اللاعب اللي بره، المدرب، كل الشغل ده، ده اسمه الشغل الاحترافي. ده اللي انا كنت بنتظره من اللجنه المرقره. هرجع تاني اشفق عليها واحترمهم واقدرهم، بدايه من اكبر واحد اللي هو استاذ عمرو جنايني، شخصيه وقيمه وقامه وراجل محترم، بس لازم يستعين بالخبرات في اللجان للنهوض بكرة القدم، لأن لازم الحاجات دي هتطورني، هتعلمني، هتثقفني، بالظبط هتضيف ليا كتير. بالظبط. كلام عايز تعظيم سلام. لا لا، يعني في حاجات كتير الواحد مش عايز يعني يتكلم فيها، يعني في الجداول أو لا ده في حاجات كتير جدا انا اللي مش يعني عايز اتكلم فيها والله كابتن فتحي. يعني أنا أقول يعني لحضرتك حاجة. إحنا الجدول دلوقتي مثل ثلاث أندية، اهلي اخرهم انبي والمقصه، راحوا لعبوا في اسوان. انت النادي الاهلي لعبته بالليل الساعه 8، واديته يومين، يوم سفر لاسوان، وهتلعبه في اليوم الثالث الساعه 3 الظهر. فرق كبير قوي. واسوان عنده اضواء. اين عنده اضواء؟ بالظبط. اين استشفاء اللاعبين اللي هم يمثلوا منتخب مصر؟ يعني منتخب مصر دلوقتي لعيبه، هتاخد منهم لعيبه. تقول لي هناك الاسوان ملعب كويس وكل حاجه، بس الكهرباء، ظروف نادي اسوان ما تقدرش تدفع فلوس الكهرباء. يقوم افكر، ما هو ده الاحتراف. كم ماتش هيتلعب هناك؟ هم ثلاث ماتشات، المقصه تلعب اول ماتش، ثم الاهلي، ثم انبي اللي هو كان اخر ماتش اتلعب ده. كابتن حلمي طولان بيقول الجو حر، صح، عنده حق. بعد كده الدوري في شهر نوفمبر ديسمبر، جوكو احسن جو في العالم في اسوان، يبقى مش محتاج الا حتى لعيب ثلاثه الجو كويس. حتى دي تبقى في عداله بين الفرق، يبقى كان لازم يلعبوا بالليل. بس ازاي الشركه الرايه او وزاره الشباب تتحمل تكلفه الكهرباء؟ مش حامل نادي اسوان، امكانياته لا تسمح، لانه بيسافر 17 سفريه بالطياره، بيلعب 17 ماتش بره بلعبه، فيلا يكون في عونهم. يبقى اذا ان انا احمله على بند من ده اسمها قانون كره القدم يا كابتن، 17 ماده. القانون كله تحت عنوان قانون وضع لحمايه اللاعبين. جميل قوي. ده القانون. يبقى مفروض المسابقات بتاعتي اخططها مع المراعاة حماية اللاعبين. تصدق والله أنا كنت يعني ناسي القصة دي خالص. أنا عن نفسي وأنا بعترف لك على الهواء، أنا ناسي إن اتحاد الكرة المفروض أول حاجة يبص لها حماية اللاعبين، لأن آخر حاجة بيبص لها حماية اللاعبين. لا، ما أنا لازم أحمي اللاعبين من كذا حاجة بقى. ما هو مش بتكلم على جو بس، ده حاجات كتير جدا. ما أنت في نفس اليوم اللي إحنا النادي الأهلي راح أسوان، نادي المقصة راح الجونة 600 كيلو بعربيه برضه، مش ممكن دوت لعيبه. فلازم انا اراعي. يبقى اليومين مش كفايه، اليومين مش كفايه اللي انت اديتهم لي. انا لعبت يوم خميس بالليل، لعبت الاربع، اديتني خميس وجمعه، لعبتني السبت الساعه 3 كمان. اليومين اعمل ايه؟ يعني هسافر الخميس بالطياره
كويس. سافرت مش هذا مره، انا لسه لاعب امبارح، وصلنا الفجر وحاجي ونمنا وحاجي وصحينا تاني على يوم، التمرين وحاجي بالظبط. تاني يوم الجمعه بقى عشان هلعب السبت، هعمل ايه؟ ده انا هلعب بكره وفي درجه حراره ازاي؟ كابتن زمان ما كانش في حاجه اسمها توقف الماتش وتدي ميه. هل زمان ما كانش في درجه حراره؟ كان جو الحراره برضه هو هو، ايه اللي اتغير؟ البني ادم لا، حراره الانسان يا كابتن 37 حرارتنا، الانسان الطبيعي تمام اللاعب العادي تمام 37، جوه حر 37، في الاسكيمو 37، في وسط التلج 37، في وسط افريقيا 37، ما بتتغيرش. لكن اللي بتغير ايه؟ درجه حراره الجو الخارجي، تمام فدي اللي بتاثر على صحه الانسان، تمام على الجهاز التنفسي والدوري. اذا الجهاز الدوري التنفسي عشان يتاثر بيتاثر من الحراره، فحفاظا على اللعيبه دي ان انا ما كنتش اعمل الكلام ده. والراحه فين؟ الراحه اللي حصل للنادي الاهلي ده حصل في 3 ماتشات. اذا الثلاث ماتشات انا ما بتكلمش كنادي اهلي، انا بتكلم كلام عام، احنا عاوزين نصلح المصلحة بقى دلوقتي، العامة احنا بنتكلم بنصلح. بالظبط. احنا اتكلمنا في الاول لابد لابد، الهاشتاج بتاعنا اللعب النظيف، الروح الرياضيه، الكره الحلوه، الاداء، الاحترام، التقدير، تفعيل اللجان، تفعيل اداء العاملين في الملعب، حتى للحكام. ما الحكام عشان يحكموا في جو زي ده ما لازم يتعود، وعشان ان هو يتعود في الجو ان هو يلعب في درجه حراره ايه وبتاع، كل الكلام ده كله لابد ان انا اراعيها، المنظومه كلها ان انا اراعيها. أكيد فيعني انا شايف في حاجات كتير طبعا في الجدول ممكن لو هتكلم فيها اتكلم فيها كتير، بس انا مش هتكلم، احنا بس بندي نماذج، واحنا لا ننتقد، احنا بنفتح الابواب، نفتح الشبابيك عشان لا، روح وفي جديده. في انتقاد ايجابي يا كابتن، حضرتك ما بتنتقد انتقاد ايجابي جدا جدا لا انا للمصلحه العامه، انا ما مش انتقاد سلبي، يعني مش انتقاد لمجرد الانتقاد. لا انا تعودت ان انا بتكلم كلام، والكلام اللي بقوله ده كلام علمي مش كلام انا، اكيد اكيد يعني مش كلام فتحي نصير، فتحي نصير طالع بقى بيقول له حافظ شويه حاجات وجاي بيقول، لا ده حاجات على الطبيعه قدامي اهو، فاحنا شايفينها. صح. في حاجات قدريه، يعني عندي لعيب اتعور جاله رباط صليبي هو نفس اللاعب، يعني شوف القدر، اذا القدر ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اراد مش انا. وبعدين احنا كابتن يعني بقول لابد ان احنا روحنا تكون مع بعض كويسه، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا احنا في الارض، احنا مش ملائكه، الملائكه فوق، الملائكه مش معانا دلوقتي، مش في مش الملائكه ما نزلوش في تمام السماء، تمام الملائكه في السماء، تمام بس اللي نزلنا ادم كل التفاح واحنا نازلين في الارض، فسابنا احنا نعذب بعض، فاحنا مش عايزين نعذب بعض، عاوزين نحب بعض، نكون مع بعض كويسين، هنرتقي ونسيب الملعب هو اللي يحكم، ونسيب الاداء هو اللي يحكم. وبعدين التطوير، التطوير في ايه؟ هاجي منظومه الحكام، اما اقول الفار، الفار دي عشان تحل لي مشكله، لان انا في خلال ال4 اسابيع اللي فاتوا دولت مشاكل كتيره قوي حصلت. لو الفار موجود مش هيحل كل المشاكل، على الاقل هيحل لي 80%، يبقى ال20% ماشي، لكن ما تبقاش فيه اخطاء ده كتير كده. الكلام اللي اتكلم فيه كابتن محمود الخطيب برضه في تصريحاته الصحفية. يعني ما هو العلم يا كابتن او اللي بيتكلم لمصلحه البلد هتلاقي اللسان واحد وهتلاقي اللغه واحده. جميل قوي، فيعني يعني انا هو اذا جميل كان قوي قوي كابتن الكلام ده. محمود اتكلم بفكر واحنا بنتكلم بفكر وكل واحد بيتكلم بفكر، لكن هذا الكلام كله للبلد، لمصر، في النهايه مصر هي المستفيده. احنا عايشين النهارده بكره مش موجودين، فاحنا ربنا يديك بننقل الصحة يا رب خبراتنا، وطول العمر. خبراتنا اللي احنا استفدنا بيها، لما بقول لك خبرات ال50 سنة، انا خبرات الايام والسنين، خبرات البطولات، خبرات الحاجات دي كلها بننقلها ونشوفها، على اساس ان احنا نقدر نفيد بيها اخواتنا واولادنا الموجودين في مجال كرة القدم. والله يا كابتن فتحي، هو عندي أسئلة بس أنا مش عايز يعني ندخل في حوار مش بتاعنا، احنا دايما زي ما حضرتك بتقول ماشيين في سيستم وجوه سيستم، مش عايزين حتى لو بنتكلم كلام عام، بس برضو أنا خليني محافظ على كلامي. حضرتك شاهد على التاريخ، الأهلي عمره صدر مشكلة؟ لو تفتكر قول لي بجد، يعني الأهلي عمره صدر مشكلة؟ لا ما انا بقول لك، انا قلت إن مشاكل الكره المصريه صناعه مصريه، انا قلت كده في الاول، صناعه يعني مصنوعه،
احنا ما صنعناش، الاهلي ما بيصنعش، الاهلي عنده فريق، الاهلي مجهز نفسه. تصدير المشاكل حضرتك، يعني تصدير المشاكل. عمر ما النادي الاهلي بيفكر في تصدير مشكله او في، على مدار التاريخ في الفتره اللي فاتت ما دي فيش كلها، اي موقف حضرتك عشته كان الاهلي صدر فيه مشكله؟ لا انا يعني اشك ان احنا اقول مره ان الاهلي، لا الاهلي ممكن ياخد قرار على ابنائه في سبيل الصالح العام، يعني في حاجات كتيره. انا في سبيل الصالح العام موقفين حصلوا بعد نقدر نقول في السبعينات، و لعيب بيلعب، كنا بنلعب وبنلعب فرقه، والمباراه يعني احنا اياميها كنا بنلعب فرقه طيران، كان طيران لسه في بعد الحرب، ما كانش في الدوري العام، فكنت انا مسؤول عن الفرقه، فبنلعب الطيران، ولو كسبنا الطيران هيبقى الماتش اللي بعديه نادي الزمالك، والماتش ده يخليني مع مادي زايد عن نادي الزمالك 6 بونت، يبقى انا مش محتاج للماتش. تمام. يعني هلعب الزمالك تمام. من غير كده. ده كان تفكيري. الغرض منه مش نادي الزمالك، الغرض منه الماتش. تمام. فاللاعب بيلعب وهو في ادائه في الملعب، انا عملت تغيير وموجودين، كان خالد جد الله وكان جمال جوده. جمال جوده في المصري بورسعيد وخارج جدل، فهم بيتنافسوا عشان الهدافين، عشان مين يبقى الهداف. كل شويه هم اتنين بيلعبوا وسط ملعب، كل شويه تلاقيهم جوه، هم الاوفسايدات، هم الاوفسايدات، يعني ما كده الفرقه مش هتلقى ومش عارفين بالزبط. نجيب جول بالظبط، واحنا قاعدين وكده وبيلعبوا، فكان معايا، فواحد فيهم هاج على يعني الجمهور زعق عليه، يعني متضايق منه، استاد تيتش ده مليان، فكانت النتيجه عم تقول له تعالوا انتوا الاثنين تعالوا بكلمهم، كان الله يرحمه الكابتن فؤاد شفيق حكم، بيقول له كابتن انت خلصت تغيير؟ قلت له انا عارف، قلت له انتوا الاثنين على اوضه اللبس، وكان تغيرتك خلصت وتغيرتي خلصت ولعبت ناقص، ومحتاجكش الماتش، روح الفانيلا الحمراء. وقلت لهم واي واحد تاني هيقل، انا ليه لغيت 7؟ ما انا حافظ القانون، يعني حتى لو 7 لعيبه في الملعب ولعبت كام حكم قد ايه وقت يا كابتن؟ لعبت وقت يعني بعد 10 دقايق من الشوط الاول، الشوط الثاني لعبت بالظبط 35 دقيقه وكسبنا 3-0 وقال ناقص. قلت لهم لو اي واحد تاني هيعمل حاجه من الحاجات دي انا هطلعه بره، ده موقف لان الجمهور لازم يحترمه. تمام. دي روح الفانيلا الحمراء. ماتش تاني بنلعب الزمالك، كان كابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه، الله يرحمه، بنلعب في استاد القاهره وجاب جول فاول بره ال 18، كان عادل عبد المنعم الله يرحمه حارس مرمى، جت جول 1-0. بين الشوطين دخلت، السؤال طبيعي المدرب بيسال اي لعيب في حد فينا تعبان ولا مصاب، دي اول حاجه قبل ما افكر ان انا هغير مين، عشان ممكن اغير واحد يقول لي انا عيان، فهم موجودين، حي يرزق الاثنين، المثل للاثنين. ف كابتن شريف عبد المنعم قال لي انا كابتن انا تعبان شويه، قلت له تعبان ده ماتش الزمالك هو بيلعب في درجه اولى ومكسر الدنيا مع هيديكوتي، كنت انا مساعد هيديكوتي في نفس الوقت ماسك فرقه الشباب دي، قلت له طب خلاص شريف غير فلان هينزل مش هتحاسب، روح فنان شويه في نفس الماتش مجدي عبد الغني بين الشوطين، قلت له كابتن انا مش عارف العب ستوبر، انا ملعب السوبر ليه؟ لان في عاد عبد الواحد عن الزمالك كان بيلعب وينج رايت، فانا مدحت رمضان طلعته له بره يلعب عليه، وهو خليته جوه، مجدي يبقى لاعب جوه عشان يقدر يوافق، كان نصر ابراهيم وكده، لكن انت خليك، قلت له كان مش قادر غير فلان، كان زمان التغيير 2 بس وخسران من الزمالك 1-0 وخلصت التغييرين. كابتن الله يرحمه عبد الرؤوف عبد العزيز حتى جه عم جمعه جالي بيقول لي يا كابتن انت خلصت تغيرين حاكم بالك مالكش تغيير، قلت له انا عارف، طب لو واحد تعور يتعور تمام مش هيحصل، انا روح الفانيلا الحمراء ما بصدرش. تمام. نزلوا الملعب كسبنا 3-1 3-1 من غير ده كابتن، انت ما تصدرش حاجه، النادي الاهلي عودنا دي اسمها روح الفانيلا الحمراء،
هم ما لعبوش بحاجه تانية، هم نفس اللعيبه، بس تمام. لعيبه اقل يعني، اقل مستوى طبعا يعني. اللي لعب مكان مجدي اقل من مجدي، واللي لعب اقل من شريف لكن اقل من شريف، عايزين واللي لعبنا ناقصين لما في الماتش الاولاني الثمانيه التسعه التانيين عارفين الفانيلا الحمراء يعني ايه. فلما دايما يقول الكابتن اسلام الشرطي يقول لك روح الفانيلا، روح الفانيلا الحمراء، انا قلتها لك انت ميدو عشان هو بقى هيغير مننا ان احنا قلنا سر الفانيلا الحمراء. اكيد. فدي كانت روح الفانيلا الحمراء، ولعبنا وكسبنا. ف يعني ليه 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 ما نكونش كده؟ ليه ليه ان كل واحد يفكر في نفسه؟ انا عندي مشكله انا احلها، بس يوم الماتش ده حاول يتكلم الجمهور، الجمهور غير راضي. انا عايش بالجمهور ده، انا من غير الجمهور ولا حاجه. جميل. الجمهور اساس كره القدم، الجمهور تاج فوق راس كل لاعب وكل مدرب وكل مسؤول اذا اراد يشتغل في كره القدم. دي حقيقة. مش عايز تشتغل فيها انسى ان ده يكون تاج عليك. دي حقيقة. فانا طبعا ما اقدرش ان انا اخلي لاعب يحتد على جمهور. دلوقتي بتحصل، تلاقي اللاعب بيشتمه في الجمهور والجمهور يشتم في هنا. تعالوا انتوا مش واحد ولا اتنين، اتنين بره. مجنون؟ مجنون. لا مش مجنون، عندي ثقه في الله وفي الفرقه، وعندي في انك وفي تلعب. بدئي ايوه. انت بتقول لي النادي الاهلي اديني تاريخ من 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 بعض الامثله الحاجات اللي جت فيها، هي دي روح الفانيلا الحمراء. جميل قوي. يا جماعه انا مش عايز يعني نقول ايه، في حاجات تانية كتير، في مواقف تانية كتير وفي لا قصص. انا هسأل حضرتك سؤال علشان اكيد الجماهير يعني دلوقتي نفسها تسمعه، تسمع اجابته. يعني حضرتك اهتميت بادق التفاصيل في كل حاجه، يعني حضرتك لعبت ماتش ناقص 2 لعيبه علشان مجرد تطول بسيط جدا. لا تطول، طيب انت بتتطول مع الجمهور، الجمهور ده هو اللي هيكسبني. بالظبط بالظبط. ده هو اللي هازز الفرقه اللي قدامي. بالظبط. وهو اللي مش مستفيد من اي حاجه غير ان هو بيحبك وبيعشقك ودافع فلوس وداخل. بالظبط. لكن انا بتكلم بقى، بتقابل كميه الاساءات اللي بتسمعها دلوقتي ودانك والشتايم والحاجات، بتقابلها ازاي؟ اذا كنت حضرتك كنت عايش كده في الجو الجميل ده وبتهتم باقل حاجه وبتطبق الاسس والمبادئ على احسن ما يكون. يعني الله يكون في عونك. لا يعني ما هو الواحد لازم، مش هنعيش في حضانه يعني. لو عيش في حضانه يبقى عيش بعيد عن الناس. انا جزء من الناس، وانا عايش اقل من الناس كمان. انا الجمهور ده لما بمشي وكلمني ممكن حريتي تبقى شويه محدوده، لان في كل حته هتتحرك لازم ترضي كل واحد طبعا، لازم تبتسم لكل واحد طبعا. لازم، ده حق الجمهور. ما زي اللي اقعد في بيتك رايح مشوار خلاص. الجمهور زي ما انت قلت يا كابتن، زي ما حضرتك قلت، هو تاج فوق رؤوسنا كلنا. كلنا. انا بتكلم بقى على الجو الملوث. ما هو الجو ده بقى احنا بقول ليه كمية الشتايم تسمعها علنا وكمية لا، دي مش كرة القدم. صدقني مش كرة القدم. يعني بتقول لنفسك ايه وانت بتسمع الكلام ده؟ بقول يعني بقول لو حاسس بايه؟ اللي بيلعب كرة القدم لا يمكن يقول كده. لأنه بيحسها. الكرة دي متعة. ده فن. فن يا كابتن. أنت بترسم، الفنان بيرسم الصورة ازاي؟ بيرسمها بألوان وكده على السبورة. اللعيبة بقى بترسمها في الملعب برجليها. بالظبط بالظبط. أنت بترسم لوحة في الملعب برجليك والناس مش حاسة. لو أنت بتتفرج من فوق بالمدرج بتشوف اللوحة اللي بتترسم، إن ده بيتحرك ازاي ودي بتيجي ازاي وده كده. فإذا فن كرة القدم دي متعة يعني للمشاهد. لو انت مشاهد، لو انت تحب الكوره وبتعشقها اكيد، خلاص اكيد. لكن ما يكونش فيه مثل ايه، تعصب. في التعصب بخف الدم والحب بخف الدم. في ماتش من الماتشات كنا موجودين، فريق اول النادي الاهلي بيجري، فالخطيب اتزحلق وقع. فواحد من الجمهور، شفت الجمهور، شوف القفشات بتاعته، فاول يا حكم. فواحد جنبه، زمان ما كانش فيه الجمهور ده لوحده والجمهور ده لوحده، كله كل الجمهور مع بعض. يا عم فاول ايه، الراجل اتزحلق لوحده ده من الارض. قال له خلاص يبقى فاول على الارض. كابتن الخطيب. يعني كابتن الخطيب يعني شوف بيحب واحد، لكن هما مع بعض مش اتخانقوا بقى،
روح جميلة وروح، فبيقول له فاول يا كابتن، روح جميلة يا فالتاني كابتن، بيقول له يا عم روح فاول ايه جميلة أوي. يا عم، اقعد فاول ايه، الراجل زحم الارض. قال له خلاص تفاول على الارض. هي فاول وخلاص فطبعا راح ضحك ده، طبعا. واحنا قاعدين تحت في الملعب وبنشوف. فاذا هي دي الكوره، لازم تحب بتشوف بعضها. الاستادات وهي من غير جماهير ازاي يا كابتن؟ انا حزين. لازم طبعا. ما حضرتك كان بقول لك عشت احلى فترات الكوره. لو طلعت فاصل هوريك صوره، مدرج فاضي فعلا، بتبين لك قد ايه واحنا في الفاصل، هي معايا هنا بالصدفه يعني، هتعرف قيمه لما يكون المدرج فاضي انت بتشتغل ازاي. المدرج الفاضي ده ممكن لو انا عايز امرن لعيب تمرين قاسي، تمرين لوحده، تمرين خططي، تمرين كده للمدرجات الفاضيه. اما اذا كنت عايز العب مباراه فلابد ان يكون هناك لاعبين في الملعب، يبقى لازم يكون في جمهور، لان أكيد الجمهور هو بيحرك الطاقه المكنونه لكل لاعب جوه الملعب، بيطلع منه كل حاجه. ما فيش أي حد يقدر يطلعها غير الجمهور، حتى المدرب. اما انا في الملعب في الملعب وقت التمرين بحتاج ان انا اكون لوحدي، فانا بعتبر كل المباريات اللي بتتلعب دلوقتي تمرين. تمارين. تمارين ليه؟ لان ما فيهاش فيها جماهير، فالمدرب يقدر يعمل كل حاجه وهو قاعد، اللعيبه ما بتتحمس او ما بتسخنش منه، رغم ان النادي الاهلي دلوقتي لعبته من غير جمهور وبتتحمس في التمرين، والمدرب بيعاني من كده، خفوا من الاشتراك، خفوا من الدخل. دي الروح زادت او بقى التيمبو زاد، لان سرعتهم زادوا، لان ادائهم زادوا، بالظبط اصبحوا جعانين كوره، بالظبط ودي اهم حاجه للاعب كره القدم، بالظبط يصبح جعان كوره. صح. المدافع جعان انه يقطع كوره، وسط الملعب جعان انه يعمل ثرو، والمهاجم جعان انه يجيب جوال. فاول ما بتجوع كوره زي ما انت تكون جعان انك عايز تاكل، صح. ده جعانين كوره. فاللعيبه بتاع النادي الاهلي دلوقتي انا بسميهم فعلا جعانين كوره، من ادائهم في الملعب بتحس كل واحد عايز يدي وعايز يدي عايز يدي، لانه عايز يكون من ضمن ال 11. اسباب التعصب كابتن فتحي ممكن تقول لهم ايه؟ يعني الناس اللي هم اللي بوظوا الدنيا زي ما حضرتك قلت، اقليه مش عايزين نوصفهم يعني. قالوا لو بنحب مصر نخف من الكلام ده ونهدى ونشتغل ونقفل على بالنا، ونشتغل مع كل واحد يشتغل في فرقته، ونخلي الملعب هو اللي يحكم بيننا وبينكم، بين اي حد وبين اي حد. وطبعا ممكن تكون مش موفق وتكون موفق، متغير. ما هو التوفيق ده يا كابتن مش بإيديا، يعني التوفيق من الله. ليه؟ انت ممكن تكون مجهز فرقتك كويس قوي ويجي لك واحد أكيد يتعور، أكيد او أكيد. تجهز فرقتك كويس قوي وحكم ما يحسب لكش كوره، جبتها جول وما يحسبها لكش، او كره اوف سايد ويحسبها جول، او ضربه جزاء وهي مش ضربه أنا بس جزاء. نرجع بأجواءنا والحاجات دي زي ما تيجي، بس نرجع لا، لأجواء ما نظيفة دي كده. هترجع كله، يعني ان احنا نرجع كله، نرجع كله ازاي؟ ان احنا نكون يعني على مستوى ايه؟ انت في بيتك اعمل كل اللي انت عايزه، مالكش دخل بأي حد تاني، وانا نفس القصه، غير بالخير اتمنى لك الخير اكيد، لكن من عندنا احنا هنا لازم كل واحد يتمنى الخير لكل الناس، لكن احاول اتمنى النصر لفرقتي، اشتغل معاها كتير، اشتغل معاها كتير. وان انا سهل جدا، سهل جدا تخسر واحد، صعب جدا تكسب واحد. صح. يعني من السهل تخسر الواحد، يقول له انت كذا وانت كذا وانت كذا، خلاص خسرت. لكن عشان اكسب انسان تجاوز سهل وكده، ما حضرتك يعني انا عارف حضرتك بتبقى متحفظ جدا في كلامك، لكن التجاوز سهل قوي، لكن تحفظ نفسك ده صعب قوي. لازم لازم لو كده، دي 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 هتكبرني ودي هتخليني. طب انا غلطت فيك وهقعد اشتم فيك وهقعد اسيء فيك وهقعد اتكلم الكلام ده، وهقول لك اصل الماتش اللي فات وانت الماتش اللي فات، وهنقعد نتكلم بنضيع وقت، وضاعت الساعتين في التلفزيون، الناس ما استفادوش حاجه والمشاهد ما شافش حاجه. انا نفسي كل مشاهد يطلع يتنافس انه يدور في القنوات
هستفيد من هنا ولا من أجمل هنا حاجة، ولا من هنا؟ أنا أجمل حاجة حضرتك قلتها والله. أستفيد في دي أكتر بالظبط. ولا من دي أكتر؟ هاخد من هنا معلومة ولا من هنا معلومة؟ على فكرة ده في حاجة اسمها الألوان، لأ ده في القناة دي قالوا لنا حاجة تانية، قالوا لنا ده مش عارف لما الأوت إيه يحصل إيه ولا كده، طب لما يكون الفوارق، يعني ثقف الناس، بالظبط ثقف الناس إن بالظبط. إحنا دايماً حوار نقولها هادف. ونقولها كده، أيوه إن الواحد يكون يعني على علم بيها وعلى فكر بيها، ودايماً أنا واثق إن الفترة اللي فاتت دي مش هترجع تاني. بغمها بمرها بحلوها بأي حاجة، لكن احنا هنبدأ إن شاء الله تمنياتنا للمنتخبات، المنتخب الأولمبي المنتخب الأول إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمهم، وهنبدأ الفترة اللي جاية، وأرجع أقول استعينوا بأهل مش أهل الصداقات والعلاقات والتربطات، العلم والخبرة استفيدوا بيهم كمساعدين، بلاش يظهروا في المشهد في لجانك، فعل لجانك تنجح في النهاية، هتلاقي نفسك ناجح وهتتطور، والتطوير يعني إن أنا كنت فين وبقيت فين. جميل جميل قوي. تقول لي أنا مسكت منتخب مصر أو مسكت الكرة في مصر كان ترتيبكم 50 دلوقتي ترتيبكم 30، هو ده المقياس، دور عشان تعملها 30 إزاي، جميل قوي. ابحث احبث. هل اللي احنا شايفينه ده في والصراع على اللعيبه والصراع كده وكل الانديه ومعظم الانديه المديونه دي كلها، هل ده دوري محترفين؟ مش دوري محترفين ولا هواية حتى. دوري محترفين، له شروطه، بدليل ان الاتحاد الافريقي بعت للاتحاد المصري قال له 4 النادي، الحمد لله النادي الاهلي كل بنود شروط الاحتراف موجودة، بعض الأندية التانية بقيت الأربعة استكملوا موجودين يعني، طب الأربعة دولت محترفين، بقيت الـ14 نادي لازم يكونوا محترفين إذا كان دوري محترفين. لا كابتن، هو في حاجات كتير جدا. انا كنت هقول لك يعني لو عايز توجه رساله للجنه الخماسيه، حضرتك وجهت رساله جميله قوي، وحضرتك كمان متفائل ان الاجواء مش هنشوف الاجواء دي تاني، مش هنشوفها بس طالما لازم نشوف الاسباب اللي بتؤدي لتوتر ما احنا قلنا، الاجواء دي ونبترها ما خالص احنا قلنا خلاص، ما لو احنا نظمنا يا صح رب. وخططنا صح وتوقعنا ما يمكن انه يحدث، ما خدش انا مش هعمل الجدول اكن قوالب طوب بحطها فوق بعض وارجع تاني اشيل قالب التانية كلها تقع، لو سمحتوا فكروا ان ممكن في ظروف البلاد في هذه الفترة سواء أمطار سواء أسباب إصابات سواء كهرباء تتقطع في ملعب، ما تفكرش إنك تقول لازم قبل ما يبدأ الدوري تكون مفضي مكان تحط فيه هذه المباريات عشان ما يتقالش عليك أصل أنا حطيت اللاعب ده يا كابتن في الماتش حطيته لك هنا، أنتوا عارفينه حطوا ليه؟ لأن كان عندهم لاعب مصاب ولسه ما خفش فأجلوا الماتش شوية هيحطوه بعد أسبوعين. أنت عارف ليه حطوه دلوقتي؟ لأن عندهم لعيب مطرود عشان اللاعب ده ما يلعبش. هتتقلق أهو الناس كده. بالظبط. النفس أمارة بالسوء. فأنت ابعد عن كل الكلام ده وابعد عن الشبهات. إزاي؟ إن أنا أحط أماكن فراغ من الجد، ما تقوليش لازم أخلص في مايو. له في قانون كرة القدم ولا في الديانات ولا متسجله في الشرع العقاري خلاص، ما تفرحش، افرح انك تنهي موسم ناجح بالظبط بشكل ناجح، لكن ما تفرحش ان انا نهيت في مايو والدنيا متلخبطه، تمام، فما تلخبطش نفسك. تمام. تعالى نتكلم على فايلر، وشايف التوقف كان معايا احمد بلال امبارح وبقول له طب ما تيجي نشوف التوقف ده بشكل ايجابي، يعني اللي خلى فايلر بقى مرعب كده للناس وبقى عندنا ثقة كبيرة جدا في أداء فرقتنا، وعندنا كمان حب إن احنا نشوف أداء فرقتنا اللي بقى شكله جماعي في الحالة الهجومية وجماعي في الحالة الدفاعية، شفنا تطورات كبيرة جدا في الحالة التكتيكية كمان للفريق، اللي خلاه يعمل كده في شهرين، طب ما الوقت يديله كمان أريحية إن هو يزود كمان التكتيك بتاعه ويحفظ اللعيبة أكتر وأكتر، ليه ما نشوفهاش كده؟ شوف يا كابتن، هو هذا المدرب أنا
برضه في ملعب الأهلي هنا مع كابتن إسلام، وكنا متفقين كلنا كل زملاء، فبيقول له كل واحد بعد قد إيه تحكم؟ فكان رأيي بعد 4 مباريات، 2 في مصر، 2 داخل واتنين خارج، تمام أحكم على المدرب. تمام لكن مش الحكم، واحد يقول لك 7 ماتشات بعد الدور الأول بعد الدور، لا لا لا. في حاجات دلوقتي في الكرة الحديثة تخلي المدرب تعرف إن هو ده مدرب ولا لأ. بالظبط. أهم حاجة المدربين اللي بيهتموا بإصلاح الأخطاء، وده أحد المدربين اللي أنا شفتهم مع القلائل اللي بيصلح أخطاء. صلح خطأ يعني في الملعب مش بالبوق. كرة القدم دلوقتي مش بالكلام، كرة القدم بالملعب، صح تمام. ودي تديني إشارة إن كرة القدم مش بالكلام، عشان اللي بيتكلموا كتير واللي بيهروا كتير في الاستوديوهات، لا، كرة القدم في الملعب. يقول له لا تعالى دي لازم تتعمل كذا، لا عيد كذا، يقوم يعيد 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 يعيد. فإذا دي إصلاح الأخطاء. تاني حاجة الضربات الثابتة، الأوتات، الفاولات، مباشرة وغير مباشرة، ضربات ركنية، أي ثوابت الدفاع وهجوم، تمام كل دي كل الضربات الثابتة اللي هي الريستارت لازم يهتم بيها، لأن أحد حلول المكسب. تمام رمضان صبحي رمى رمية التماس جاب جول، هو اللي رمى رمية التماس وهو اللي جاب جول في آخر ماتش. لما تمام تمام طب ما دي رمية التماس، مش إن هو واحد. كل تفكير البشر، كل تفكير الناس اللي محدود الفكر، ان بيلعب لده ولا لده عشان ده يجري يجيب جول، لا ده هو رماه، بس الوحيد في الملعب اللي مش ممسوك هو، لان هو بيرمي الاوت بعيد عن العين خالص. ما فيش حد ماسكه، ما انت ماسك بالظبط. كل اللعيبه دي. فلما اترمت له الكوره، رمى الكوره وجري وخدها، هو راح كل فين؟ اللعيبه واقفه، الفرقه اللي قدامه واقفه مع بقيه اللاعبين، ده جاي جديد مش هنا خالص، كله بيستهر، خلاص حطها جول. تفتكر الماتش ده؟ تمام تمام اذا دي خلتني نقول ان المدرب ده مدرب واعي. طبعا هتقول لي دي من خبراتنا من خلال يعني من 92، من 92 يعني اقدم محاضر افريقي في القاره حتى الان، ما شاء يعني الله تكون الحمد لله. اكيد عارفه. ف المحاضر شيء برضو، وانك تحكم على المدرب شيء في البطولات اللي حكم اللي بنشوفها وكده. فدي ايه اللي حكمت لفت نظر حضرتك فيه تاني يا كابتن؟ دلوقتي دي مهمة جدا. غير تاني حاجة اللي تم السبب اللي تم تركيزه تصليح الاخطاء. تركيزه تركيزه على إصلاح الأخطاء، تركيزه على، ودي اللي احنا لما بنيجي نختبر مدرب بنشوفه بينزل الملعب بيعمل نموذج تمرين بنشوفه، لو ما صلحش أخطاء مش هينفع، بالظبط. ولو ما استغلش الضربات الثابتة دي برضه مش هينفع. تمام. وبعدين حتة سرعة اللعب ولا مركزية، دي برضو أصبحت ميزة جميل من لعبة النادي الأهلي، جميل. لا مركزية وحتة إنه يتحرك هايل. صح والسرعة في الأداء، السرعة مش هياخد كرة من صاحب الكورة، المباراة بتتلعب بكرة واحدة، بالظبط. طول ما الكورة مع فرقتك مفيش خطورة، أنت مع يعني في سكينة هي معاك، التاني مش هيقدر يضربك، أنت اللي معاك المسدس مش هما، أما ياخدوا منك المسدس خد بقى أنا هضربك بطلقة، تمام. لكن أنت معاك، فأنت معاك الكورة، طول ما أنت معاك الكورة مفيش أي خطورة عليك، لأن الجول أو الملعب فيه كورة واحدة وهي تمام. معاك، لكن هو بيركز إن الكورة تفضل معاك ويحافظ عليك. زائد الكثافة العددية الهجومية أصبحت متواجدة دلوقتي، جميل أوي. الكثافة فدي العددية الدفاعية يعني عامل لا، حالة جميلة. هجومية كانت ناقصة، دفاعية عندنا كانت موجودة، بيقفوا بس بدون واجب، بالظبط. بس دلوقتي واقفين وعارفين واقفين إزاي، تمام. يعني مش ان انا ارجع وخلاص، ارجع وماسك مين تمام. وبرجع تتوضغط على مين، الضغط على حامل الكرة في المنطقة اللي بفقد فيها في الكرة مكان الكورة. كلنا، ولو ما قدرتش اضغط اعطل تمام. عقبال الباقيين ما يرتبوا نفسهم. تمام. دي كرة، دي احد عناصر كرة القدم الحديثة، السرعة والقوة بيتميز بيها دلوقتي النادي. انا مش بقول سر، لان الكلام ده الناس شايفاه. اتنفذ في الملعب، وبعدين تكراره بقى، التكرار يعلم الشطار. هما كنت بقى مالين متوقع بيكرروا. كده كابتن فتحي من فايلر ان هو يظهر بالاداء ده في الفتره القليله دي؟ لا انا ما يعني طبعا ما كناش نقدر نتوقع، لا ما اللي يقول لك متوقع يبقى غلطان، لكن احنا قلنا بعد 4 ماتشات هنحكم، وبعد 4 ماتشات حكمنا، وانا قلنا هذا الكلام. تمام. يعني قلنا من اللعيبه يا مثلا زاديانج لعب بالظبط 3 ساعة،
يوم ما جاب جول و تمام. هو اللعيب وكده بيبان اسرع من خلاص، مدرب اللعيب لعيب، بالظبط اللعيب مش بالظبط عايزه قصه بالظبط. يعني، مش عايزه ان انت فيها انت بتستنى نديله فرصه، وخصوصا يا كابتن ميدو المدافعين. المهاجم تقول لك غير موفق بكده، اما المدافع اولا نمره واحد ما بيعملش فاولات، فدي ميزه تمركزات مدافع كده، يبقى اذا بالظبط واقف صح بالظبط. وتوقيته بيروح للكره قبل المهاجم، اذا دي ميزه عنده، كره عاليه بتاعته. بعدين الكره بتاعته للاعب، اذا عينه صح بيحضر صح بيباصي صح، يعني كرته مش بياخدها ويديها لهم تاني، قراراته تمام تمام اذا لما بياخدها بلعب بيها هجمه، اذا دي ميزه. ما هيش دي تبين لك ان ده لعيب ولا لا. اما بالظبط. اللعيب اللي يطلع بره وورا ويشلتها لك ويعمل لك هنا شلوت او خطه ويجي مرجعها اي حد يعمل وكده، كده طب ما اي حد هيعمل كده. بالظبط المهاجم بقى بالظبط. ما تقدرش تحكم عليه من ماتش، يعني ياخد منك وقت شويه، مش زي المدافع يعني ده من ماتش واحد. لكن المهاجم ممكن تقول لك غير موفق، لسه خايف، الظروف يعني مهزوز، لان دي تفرق كتير أكيد لغايه ما يركز. أكيد. ويمكن احنا عندنا قبل كده فلافيو، شوف قعد قد ايه، سنة سنه شوية وبعد كده بقى فلافيو. هداف. فانا واثق ان ده برضو من المكاسب اللي موجوده في النادي الاهلي، وله دور، ولاعب صغير وواعد كامل ان شاء الله. يعني آخر سؤال هسأله لحضرتك، احنا وقتنا للأسف الشديد خلص، كانت حلقة دسمة جدا وجميلة جدا ومفيدة الله جدا يخليك مع يا قيمة يعني بحجم حضرتك، يعني أكيد كلنا استفدنا منها. متفائل بمنتخب مصر؟ أنا متفائل، يعني الفرقة طبعا عايزة وقت، عايزة وقت إنها تندمج، وهتاخد كتير وقت من كابتن اندماج حسام. بمعنى ايه يا كابتن؟ نعم؟ اندماج بمعنى ايه؟ يعني الفرقة مع بعض، إنها تعيش مع بعض، ما تحسش إنهم جزر منعزلة، تمام إنهم كأفراد. تمام الأفراد دي عايزة أربطها. تمام الكلام ده بالنسبة للمنتخب الأولمبي بالنسبه للمنتخب الاول طب نفس الكابتن القصه. حسام ممكن يعمل كده؟ هو قادر، والكابتن شوقي برضو انه قادر يعمل كده. يا رب. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. اتفضل اتفضل لا اتفضل. انا بشكركم، وانا بشكرك انت كمان، خصوصا ميدو، يعني انت من اولا حضرت دورات مدربين، ودي ميزه لك انك تعرف تناقش وتجادل اي ضيف عندك، لانك انت راجل عندك رخص تدريب، واللي عنده رخصة التدريب ده واتدرب، إذا مش لاعب بس وحط نفسه في هذا المكان، ده لاعب وثقف نفسه، والثقافة دي عشان تفيده في القعدة اللي هو قاعدها دي اللي أنت فيها. وبتمنى لك التوفيق طبعا على ده طول، شهادة يعني اعتز النجاح بيها يا كابتن، نجاح. شهادة اعتز لا دي بيها جدا. حقيقة، أنت ربنا يخليك أنا يا مش كابتن بديها لك، يعني ده ربنا حق، يخليك. أنت تعبت ورحت وجاهدت وكافحت خدت الرخص دي، مش عشان حاجه، انت ما بتشتغلش في التدريب بس، انت بتفيدك دلوقتي انك تناقش حد أكيد وتكلم حد أكيد وتفهم حاجه وتعرف حاجه وتحلل حاجه وتنقد حاجه. أكيد. أشكرك شكرا جزيلا وتشرفت بيك جدا، وإن شاء الله نكرر مثل هذه الحلقات، حلقات تثقيفية في الطراز الأول، وأكيد رأي حضرتك يعني حاجة تحترم جدا جدا. انا بدعو الله سبحانه وتعالى ان ربنا يوفقنا ويوفق مصر. يا رب. مصر تستحق كل خير، مصر على الطريق الصح، عاوزين الكرة تمشي بسرعة المعمار وبسرعة إنتاج التعليم والصحة والحاجات دي كلها، إحنا ما نقلش يا رب بس دي بتعتمد علينا إحنا بقى، أكيد إحنا أولاد المهنة، أولاد لعب كرة القدم، لابد إن إحنا نهتم إحنا كلنا، مش اللي في القاهرة، ما حدش ينسى القاهرة، كرة القدم مش أكيد القاهرة بس، أكيد أكيد. الكرة المدن، المدن الكبيرة، المدن الصغيرة، القرى، الأرياف، كل حتة فيك يا مصر لابد إن أنت تفكر لبكرة، وإن شاء الله بكرة هيكون أحسن من يا النهاردة رب يا رب. إن شكرا شاء جدا الله. لحضرتك كابتن، شكرا نورت كابتن، وشرفت. الله يخليك. دي كانت أولى فقرتنا مع النجم الكبير، يعني حاجة كبيرة جدا الكابتن فتحي نصير، وأكيد كلنا استفدنا من الحلقة دي، حلقة دسمة جدا، إن شاء الله نكررها مع حضراتكم. شكرا جدا للنجم الكبير الكابتن فتحي نصير. بعد الفاصل هيكون معاكم الناقد الرياضي الكبير الأستاذ جمال الزهيري بصحبة الزميل محمد سعيد. شكرا جدا لحضراتكم، مع ألف سلامة.